من هذا الوجيه المجملة، بيضان الوجيه، هؤلاء الرجال فعلا يا اخواني. ترى كلمة رجل مفروض انها ما تطلق الا على من يستاهلها، هذا من استحقها كلمة رجل. ولا ترى من الذكورية، في كل من يولد ذكر اكتب في بطاقة ذكر. هذا رجل، هذا رجل. سم طال عمرك. هذه الاساطير احنا كنا نرويها عن السابقين، فأمة محمد فيها خير، وهالبلد المبارك فيه خير الحمد لله. فالله يرحم الامير محمد اليدا، اكرمني وقلط عندي في البيت مرة من المرات، وقدمنا له كرامة يستاهلها، والله يغفر له ويرحمه ويبارك. وانتم تفعلونها والله، وهو يستاهل، الله يغفر له ويبارك في عياله. والآن ولده زميلنا الأخ أمير الفوج الآن ريكان بن سعود، وأسأل الله يوفقه ويبارك فيه ويجعلهم مبارك ويرحم محمد. ويرحم محمد، الله يرحم محمد. حنا ما عرفنا محمد إلا باسمه، لكن بعد سالفة أبو سعود حبينا. صحيح، حبينا من فعله، ما حبينا لأي شيء. لا، اللي أنا أذكره أمير الفوج سعود، يمكن هذا جده، هذا جد الولد الأمير الفوج. إلا نعم، جد راكام اللي جاني سعود. سعود ولد محمد. ولد محمد، يعني القصة تروى عن جده، عن محمد. نعم، هذه ثابتة. وترى القصص دي تتكرر يا إخوان. شيخ، من ضمن القصص اللي اللي اللي, اللي جات، وأنا ودي أذكر الأسامي لكن الناس بعضهم يجي خطرهم شيء. لا والله أذكر الأسامي. لا لا، يعني أحد الأشخاص ذبح شخص ولده، كلموه المصلحين وكلموه الرجال وكلموه، وعيه لا يصلح، وحضر في ساحة القصاص في منطقة من مناطق المملكة. أكيد المتابعين بعضهم يعرف القصة وبعضكم يعرفها. وحضر ومع عياله ذني في جيب الدورية، مبطي الكلام ذا والله، ما أدري هو في عهد الملك فهد ولا قبله ولا منه مبطي، أو في عهد الملك عبد الله جعلهم كلهم في جنات النعيم. آمين. طره الحلم والأنا، وهو يقوم طال عمرك سنه شاور عياله، قال انا بترك الادمي ذا لوجه الله تعالى. والله قال والله ان تركته ان ذبحه حنا. المهم الله اعلم ان ما طرى على بال العسكر والموجودين انه بيجي شيء، تغافلوا الناس ومن اول الناس. قام الرجال عند الرجال قال يا قصاص، الرجال ذا عفيته لوجه الله تعالى. هذه الاوله، انا عفيته لوجه الله تعالى، هذه الاوله، خليه يروح. صاح الناس وقاموا تليموا الناس عليه وتليموا على، وقاموا كلهم تعرفوا الناس يكبرون انه عفى لوجه الله تعالى. العيال في الدوريه تناقزوا مع الدرايش الدوريه، ما ادري مع بيبانها. فنقز يا الاول مع الدريشه، فطح فانكسر يا ساقه. فنقز يا الثاني، هم تعالي عدي يبغى يلحق الرجال ذاك بخاطره بيقتله. يردون العسكر، يردون العسكر، هو يدف واحد من العسكر، هو يرد واحد من الضباط المسدس، هو يرميه ويذبحه. ذاك راحوا به يوقع التنازل، دق مدير السجن على امير المنطقه قال ارجوك انقذني، انا في موقف ما مر علي في حياتي. قالوا شنو؟ قال احنا جبنا رجالا مذبوح ولده الاول، لا حول ولا قوه، وعفى عن ذباح ولده، وتناقز عياله، واحد انكسر وعانى في المستشفى في الطواري، وواحد انذبحه العسكر وعانى طايح، وانا والله لا اشتري علم الرجال ولا ادري اقول له ولا حاجه، انا وش اسوي؟ اعوذ بالله من الشر وهله. لكن انا بقول طويل العمر يبغاك ومنكله. يا الله. المهم هذه مصيبة، كارثة، مصيبة من المصيبة. الرجل يعلمون الرجال، الله يجعلنا وإياكم في عافية. يقول هو في المجلس أحد الأمراء الله يصبح بالخير، رجال حليم وطيب وأديب، حتى هو يعلم ناس من القريب منه، قال يا معلمه، قال يا رجل لما هذه والله حتى لما أقدر أقول فيها شيء. يجلس وكلمه يا أبو فلان رئيس المحكمة الشيخ، لا جاء كلمه خذوا بالتي أحسن، ويام جاء كلهم مرتاعين من ردة فعل الرجل. الرجل يعتبر متجملا في المجتمع كله، متجملا حتى في الامير، متجملا في العسكر، متجملا في الناس، لانه وعفى عن ذبح ولده لوجه الله. نعم، يعود يطيح ولده ينكسر والثاني يذبح. الله المصير. المهم يعلمونه، قال يا فلان حصل ما حصل، و ولدك يحسب انهم يعزونه في ذاك اللي قد ماته، ونشكرك على التنازل ونعزيك في ولدك فلان. وما يدري ذي الحين، والله انا صدمه. اي والله، شوف الموقف يا رجل، مصيبه. ولدك فلان يوم اخذيناك تنه بغى واعتدى على العسكر، عود واحده من العسكر امتنع منه وبغى يكسره ولا يهدي فيه لا يجيب كارثه للمسلمين، ولا ذبح الا الله تعالى. قالوا وش غيره؟ وفلان ما يدخل الثاني، قالوا وفلان طاح نقز مع الدريشه وانكسرت رجله وعانى في المستشفى. يلا هيا شوف الموقف يا اخواني، واحد ذبح لفتره، اي نعم، والثاني ذبح اليوم، والثالث مكسور، عيال الثلاثة. إن الله إن شاء الله بيرب. إيش ردة فعل الرجال هذا؟ يا رب طلع على قلبه. قال ليه ما علمتوني؟ ليه ما علمتوني؟
الا ذا الحين. قال ولا ذليت اني ارجع في تنازلي. هو في الصحيح. قال والله يا ابن الحلال قلنا سبحان الله. قال ف ماني والله من اللي يقول ويرجع. الله. تنازلي في محله. اي والله. وولدي ذاك اللي مات اللي ذبحه الله. وولدي ذا اللي مات اللي ذبحه الله. وهو يرد عليهم بالرد يقول كل من في المجلس تقول انه صب علينا من بارد. افطراه الحلم. والقصه طويله طبعا وطولت القصه ولا ما كان باقي. لكن انا اقول لكم في بعض المواقف اللي تجي بعض الرجال، بعض الرجال يجي موقف هم يخطي على الرجال بكلام ما له لزوم. هم لا قول تشفيه. قال يا اخي الموقف وتروش الموقف ما تداحم بسياره ولا شيء ولا حد بالعدل ولا شبك انطرحه ولا والله يا رجل جيت عنده في قضيه بغى يتذابحون عشان ايش؟ قال ان بالفلان قلطت في بلادي وكلت الزر. قلت يا ولد جعله طريقه يا ولد صلح. قال لا اني زيد قرعته وعيا. قلت بتذابحون عشانها؟ حتى ما بالكم في الرجال ذا اللي يذبح ولده والثاني يذبح والثالث يكسر ويقول الحمد لله بما كتب الله وصلحي على ما هو عليه وعسى الدنيا فدانا فداكم. مثل ليدا اللي قال ابو سعود ومثل الرجل هذا ومثل ما قلتوا انتم هذول عظماء. ادعوا له الرجال عظماء الرجال. السلام يا مشبه. ادعوا له ان الله سبحانه وتعالى ان كان باقي حي فسال الله يثبته. ادعوا للناس اسال الله ان كان ميت طول العمر فسال الله يرحمه ويعاوضه ان سعى مني في الصبر بالجنه. امين يا رب العالمين. فإن على كل شيء قدير. امين. عندي محور لكن والله اني متردد اطرحه لان ما عاد معنا يمكن الا اقل من 40 دقيقه وخاف ان ما نعطيه حقه لكن نطرحه. اطرحه وعرضه على الضيوف. عندك نعم. مشايخنا وضيوفنا. يا رجال كلكم نعم. كلكم مشايخ. عندي انا كلكم مشايخ وعلمكم غانم. وانت مشايخ تقديرا وليس تسميه لان تعرفون في النظام. ابشر بنا. النظام ما نشيخ الا من شيخه. لا احنا هلا بشر. ايه الحين في النظام والله ان نتحرج منها. والله ان واحد قال لي مره وهو والله العظيم يا اخواني ان 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 ما هو غصبا عنا هو دين لله تعالى طاعته للامر ما في شك ثم تنفيذ اوامره مالك فضل لا نفذت اوامره لان هذا هو المسؤول عنك وعن هذا المجتمع. صحيح. ويجب ان يسير هذا المجتمع بقوانين واحكام نلتزم بها كلنا عشان لانها ما شرعت الا لصالحنا. نعم. من ضمن التشريعات انه ما يقال شيخ الا لمن شيخه ولي الامر. اما يكون شيخ مفتي طالب من مشايخنا الاكارم ولا شيخ قبيله او ممن صرح له بهذا الاسم. وانتم كلكم عندي فانا ما انا تشيخي لكم تشيخ يعني صفه. لا شيخنا ابو ختام وليس تشيخ اسم ولا كنايه. لا شيخنا ابو ختام على نخله. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك ويرحم والديك ويطول عمرك ويسامع. الموضوع اللي ابغى اتكلم عنه واللي خلاني يعني أثارني أتكلم عنه نزلت عنه مقطع قبل أمس وتوقعت الموضوع ذا أتكلم عنه فيه أكثر من واحد وتركته. أنا والله من فضل الله المواضيع اللي أتكلم عنها كلها من وحي المجتمع من الناس. أما رجال ولا ما راح يرسلوا رسائل يقولون كذا تكلم يا أبو عبد الله تكفى. مواضيعك جميلة. الله يجعل والديك في الجنة. الله ينفعنا وأنتم. وقل به يا أبو عبد الله ترى فلان ولذا الحين والله كثير هم يتابعوني. آخر ما سمعت لك مطاليق ومعاليق. هذه الأسبوع اللي فات. المهم ما شاء الله قال سووا المقطع وترى الربع اللي انا ابغاهم تراهم يتابعونه كلهم. يا سلام. سووا المقطع ورب الله ينفع به. تركت الموضوع وقررت له يكلمني واحد اول تمسي ودي لي رساله واولها قال تكفى يا ابو عبد الله انا طالبك انك ما تهمل رسالتي. انك ايش؟ انك ما تهمل رسالتي. الرساله وش فيها؟ قال يا ابو عبد الله احنا ابتلينا في بعض قبائلنا وخاصه في الصيفيه. كل ما جينا في الصيفيه بعضنا يتدين 3000 4000 يبغى يروح يصيف بها ولا يبغى يتمشى بها ولا يبغى يزور بها شايب ولا يبغى يوصل بها رحم ولا يبغى يقضي بها لزوم. ابتدعوا لنا مواقف وقطات وربطوها بالرجوله والكرم والشيمه. نعم سمعت المقطع جميل. إيه يجتمعون مجموعه يبغون يكرموا لهم شيخ قبيله ويعدون ويفرضون على القبيله كلها رضاهم ولا غصب عنهم يقول نكرم فلان. طبعا المحتاج واللي ما عنده واللي على الضمان والضعيف ولا اللي حتى ما هم معجب الشيخ ذا لو قال لا سبوه كلهم وقالوا هذا البخيل قصير اليد اللي ما فيه خير اللي ما فيه شيمه اللي ما يحب ربعه. بل يقول والله يا اخو ان في بعض الاحيان انهم يتفقون يقول نقاطع مناسباتهم مناسبات عياله ما نحضرها. لا حول ولا قوه. واحيانا يقول يندبوننا مثلا الحفل تكريم شاعر. شاعر يقول الشاعر هذا يجي عندنا في احتفالاتنا نعزمه والله ما يجينا لين ياخذ حقه مقدم 5000 10000. هم يقول تعالوا نقط له 500000 400 خلونا نكرمه واذا ما قمتوا معنا انتم ما فيكم خير ولا انتم بربعنا.
فتكلمت عن هذا المقطع ودي أخذ آراءكم كله. طبعا أول شيء جمع الأموال ممنوع منعا نظاميا من ولي الأمر صحيح. ويخالف النظام عليه. نعم. ودك مواطن ولا شيخ قبيلة ولا وأيا كنت ممنوع جمع. حتى الجمعيات الخيرية زي جمعيتنا اللي هي الآن اللي احنا قايمين عليها في الوقف الآن تراها مع أن عندها تصريح إنها جمعية ما أخذت تصريح آخر اسمه تصريح جمع التبرعات وهي جمعية رسمية. ما في جمع الفلوس والأموال بين الناس هذا يا إخواني ممنوع نظاما. اثنين، هل يحق لأي إنسان بعذر القبيلة ولا النعم ولا الناموس ولا التفاخر أن يأخذ مال أخوه المسلم غصبا ولو بسيف الحياة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، وش دوركم وش رايكم؟ هل الرجل اللي ما عنده ولا يقدر يساهم في مثل هذه الاحتفالات هو يلام؟ هو يستحق أنه قال ما في خير ولا من حقه؟ أربعة، ما هو بالواجب على هذه المناسبات أن اللي يقومون بها من شاربها ومن يستطيع من رجال الأعمال والمقتدرين ويتركون القبائل عنهم؟ يا سلام. المهم أني نزلت هذا المقطع واصلت مشاهدات أظني 500,000 في ليلة ما شاء كلام جميل وليه الآن والناس تراسل فيه ولقيت الناس في عذاب من هذا القطات لمست الجرح ومن هذا وكلهم ساكتين يقول إن هرقنا قهر وإن تكلمنا قهر. ودي أخذ أراءكم كلها. أول شيء أبدأ برأي أخوي الشيخ أحمد. تفضل الشيخ أحمد. دائما مقاطعك حقيقه والله ينفع بك والله ينفع به وان دائما سباق للخير مبادراتك الطيبه ما عليك زود الله يرحمه. وهذه الاشياء اللي تعالج فعلا قضايانا في مجتمعنا ومجتمعنا هو جزء من المجتمعات بشكل عام. فينا يعني الجيد وفينا اللي يحتاج معالجه صحيح ولكن التعاون على